السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. نرحب بكل المشتركات اللي جاوا عندي جداد ونقول لهم مرحبا بكم ويعطيكم الصحه على تشجيعكم وعلى تعليقاتكم الرائعه. اليوم ان شاء الله عندي فيديو روتين مسائي اليوم الجمعه، ان شاء الله رايحه نشارك معكم بعض الاشياء اللي درتها في هذه الامسيه. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو وتخليوا لي اكبر عدد من اللايكات، ويلا الله نبدأ. كيما سبق وقلت لكم، اليوم الجمعة صراحة بعد ما فطرنا خملت غير شوية الكوزينة ورحت ريحت، كنت شوية عيانة، ومن بعد عاودت نظت ودخلت للمطبخ. يعني ما عندناش وين نهربوا، ما ممكن نكونوا عيانين يعني نريحوا غير شويه ومن بعد لازم نوضوا، لازم يعني نشطر واحنا شويه ونتحمسوا مع بعض ونديروا كامل الشغل ان شاء الله اللي عندنا. اذا عاودت نط صراحه الكوزينه خملتها غير شويه، كيما هاد الجهه راهي نقيقيه، لا كوزينيير كنت مسحتها مور الفطور. انا دائما نحب نقي لا كوزينيير مور الفطور، هكا باش كي نجي نطيب قهوه تاع العشيه نلقاها نقيه. بصح البوطاجي صراحه كانت حالته حاله، الموعن ما غسلتهمش وما خملتش الدنيا كيما راكم تشوفوا، ريحت شويه ومن بعد عاودت رجعت معليش. المهم ما نغفلوش يعني على المطبخ، لازم دائما يكون نقي ومنظم، ما نخليوش الكسل يعني يغلبنا ونقعدوا ونهملوا اكيد البيت وترتيب وتنظيم البيت. هنا الحاجه الاولى اللي درتها رحت مباشره عند السلال تاع المواعن اللي ندير فيهم المواعن، رشيتهم كامل بفخص اكسبريس، انا نخدم به بزاف في المطبخ، رشيتهم وحكيتهم مليح بالشيطه هذه. صراحه الكالكير بالخط يتلم على هذا السلال تاع المواعن. هذه العمليه انا نديرها اسبوعيا، يعني مره في الاسبوع، هكا ما يتراكمش الكالكير ويولي اللون تاعو ابيض على السلال تاعي. وفخص اكسبريس صراحه يعاونني بزاف يرجعهم يشعلوا. فوالا كيما راكم تشوفوا غير بهذيك لابغوص حكيتهم مليح وشللتهم. بعد ما شللتهم حطيتهم في الشمس يقطروا شويه وحكيت كيف البلاصه وين نحط السلل تاعي، حكيتها مليح دائما بفخص اكسبريس هذاك الاورانج البرتقالي هذاك. النتيجه يعطي لي نتيجه هايله ونستعمله بزاف، انا ما نقدرش نستغنى عليه، ينحي كامل الكالكير والدهون، ايضا هو مزيل الدهون بشكل هايل. فوالا حكيت حتى قلت المكان اللي نحط فيه سلل وشللت مليح، ومن بعد رحت بديت نغسل في المواعن. صراحة أننا نغسل ونخمم وش ندير عشاء، شكون كيما أنا تكون تدير في حاجة وتخمم دايما في الفطور ولا في العشاء وش راح تدير. أنا اليوم قلت علاش ما نديرش شوية محاجب، صراحة عندي بزاف ما درتهمش وولادي تشهاوهم، قلت ندير شوية محاجب. ما عنديش سميد شباب، سميد عندي شوية سميد رقيق، النوعية تاعو ماشي بزاف مليحة، مي قلت معليش نديرهم كيما خرجوا أكيد رايحين ياكلوهم. فوالا هنا بعد ما كملت كامل وسقهوينا بيان سور ريحت شويه، هنا جبت زوج كيلات تاع السميد رطب. قلت لكم السميد اللي كان عندي شويه ما عجبنيش اللون تاعو بزاف وشويه لا كاليتي تاعو ماشي مليحه بزاف، على ذاك خلطت معاه شويه فارينه، درت زوج كيلات تاع السميد وكيله تاع الفارينه. فوالا خلطتهم هنا مليح ودرت شويه ملح وجمعت العجينه تاعي بالماء. هذا ما كان انا بالنسبه للعجينه تاع المحاجب، نديرها شويه ناشفه، ما نحبش نديرهم خفاف، نديرها شويه ناشفه وكي تريح حتطلق بيان سور. انا جمعت العجينه مليح ودرتها في كيس بلاستيكي وخليتها تريح.
وفي الوقت اللي كانت العجينه تريح راح نحضر الحشو. بالنسبه للحشو لازم ديروه في الاول، على بالكم لازم يبرد مليح. درت كميه تاع البصل مع شويه فلفل حلو مع شويه فلفل حار، ماشي بزاف باش يجوا المحاجب حارين ويجوا بنان. فوالا درت غير الملح عفوا الزيت، وحطيت البصل تاعي يذبل فوق النار. فوالا الوقت اللي يكون البصل يذبل انا نعاود نولي مره واحده اخرى للعجينه تاعي ونعجنها شويه، يعني نخليها تريح شويه ونعجنها شويه، تريح شويه ونعجنها شويه، حتى نحسها باللي ريحت مليح وتعجنت مليح ونحس لها ولات اون بات ليس. هنا بعد ما عجنتها شويه عاودت رديتها في كيس بلاستيكي تريح، وشفت البصل تاعي بيان سور كنت مخلط فيه مره على مره، شفتو ذبل مليح. ضفت له هنا الطماطم، عندي 3 حبات كبار تاع الطماطيش شربيتهم وضفتهم للحشو تاعي تاع المحاجب. فوالا نخلط مليح هذيك الطماطم ونخليها تطيب، تغلي مليح وتطيب، ونطفي للحشو تاعي يكون واجد، نخلوه يبرد مليح يعني قبل ما نبداو نديروه في العجينة. عاودت ملي وليت مرة واحدة اخرى للعجينة تاعي، وهنا راني نعجنها غير شويه برك، يعني حسيتها ولات ليس وتعجنت مليح. رحت مباشره بديت نقرص فيها، قطعتها شويه الكريات تاعي درتهم شويه كبار باش يجوني الحبات تاع المحاجب شويه كبار ونكمل بالخف في نفس الوقت. فوالا دهنت الصينيه تاعي هكا بشويه زيت وبديت نقرص فيهم، وبيان سور لي بول هذوك كي تكملوا كامل تقرصوهم تدهنوهم مليح بالزيت. انا غطيتهم بلاستيك غذائي وخليت الكريات تاعي يريحوا، يعني قد ما ريحوا في هذه المرحله قد ما مليح ويساعدوكم حتى في العمل. انا السميد تاعي ما كانتش النوعيه تاعو مليحه، بصح كي خليته ريح مليح صراحه ما عذبنيش بزاف بزاف في العمل، صح كان شويه يتقطع لي مي ماشي بزاف. فوالا هنا بعد ما ريحت العجينه تاعي مليح راني نحل فيها عادي نحاول نرققها مليح خاصه في الاطراف كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نطويها على زوج وندير الحشو. بالنسبه للحشو انا نحب ندير كميه مليحه تاع الحشو في المحاجب، ما نحبش غير شويه هكا تاع الحشو، نحبهم معمرين مليح بالبصل والطماطيش، وخاصه كي يكون الحشو حار يعني فريمون يجو بزاف بنان. فوالا درت الحشو وغلقت عليهم، مالغريك عذبوني شويه في الخدمه يعني كانوا يتقطعوا لي، مي بون المهم في الاخر جاو بنان صراحه ونتكلوا. ولادي في الحق جوهم كي العسل، سورتو عندي بزاف ما درتهمش يعني عجبوهم وكلاوهم. فوالا نغلق المحاجب تاعي ونطيبهم. وهذا هو الشكل النهائي تاع المحاجب تاعي، ما جوش كاع حتى التم مي صافا، المهم نتكلو وسلكنا عشاء. فوالا هذه هي، نوري لكم برك الشكل تاعهم من الداخل، شوفوا كيفاش يعني نحبهم انا معمرين من الداخل بالحشو كيما راكم تشوفوا. نقول لكم شهيتكم في الجنه، ونقول لكم احباباتي نتلاقاو في فيديو مقبل، تهلاو لي في روحكم، نحبكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.